لقطة ثانية من طبعا من أهم شارع في مدينة نيس، جيان ميديسن، الشارع الرئيسي اللي امتد من إلى البحر، انتي قريب البحر. هذا هو الشارع الرئيسي في مدينة نيس. أنا أنصح بزيارة وبغوة، مدينة حلوة، تتوفر المتاجر على يدك اليمين واليسار. شو اللي يخطر في بالك من ملابس، من مجوهرات، من عطور. مدينة الجمال، بلد الجمال. طبعا مدينة نيس تعد المدينة الخامسة في فرنسا من حيث الكبر والأهمية، وميناها أو مطارها يعتبر المطار الثاني في فرنسا حيث حجم المناولة وعدد المسافرين. وطبعا مثل ما أنتم عارفين تقع في الجنوب الشرقي من فرنسا، بعدها إمارة موناكو. إن شاء الله باشر نوفيكم عن لقطات من إمارة موناكو قبل لا أدخل على إيطاليا من الشمال الغربي إلى مدينة جنوة. تحياتي لجميع نظرة أخيرة ولقطة أخيرة للشارع، الشارع الرئيسي في مدينة نيس الفرنسية. تشوفون العالم أكثرهم اليوم السبت وأكثر إجازات. هذه نظرة عن أهم شارع في مدينة نيس، هذا هو الشارع الرئيسي اللي يودي إلى الأسواق الداخلية الضيقة، يسمونها أسواق الشوارع الضيقة. طات من مدينة نيس الفرنسية الجميلة جدا، أنصح بزيارتها وبغوة. معلق اللو نصب مبناي للناس اللي ضحوا وماتوا وقدموا أرواحهم فداء لهذا البلد والمدينة هاي بالذات مدينة نيس. طبعا على في نفس في المنحوت في الجبل اللي فيه الغلع فوق للدفاع عن نيس، وهاي المينا، هذا مينا نيس. نحن في آخر الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي في مدينة نيس، هاي الدوارية موجودة ومدينة ألعاب مسقرة، نافورة عين الشمس على بعد 300 متر يا إخوان من هني، نصب تمثال جوزيف غاريبالدي اللي تم بنائه سنة 1891، واللي بي المدينة هاي على الأقل يتم ياخذ لي يومين. وفيها قصر جميل جدا بنية في القرن 17 اسمه لاسكارس، والبحر عنا من هالجهة، هاي البحر اللي ورا البناية هاي. شاطئ الانجليش امتد لين المطار هذا قريب مني 7 كيلومتر، تنتشر جميع الفنادق والمطاعم والكوفيات حتى على طول الشاطئ. هاي المريديان مثلا وانت رايح، هاي الوسيلة القطار الصغيرة يلفك داخل المدينة القديمة ويوديك فوق جبل نيس، وتقدر تصور
تشوف المدينة من فوق، منظرة بانورامية رائعة الصراحة. ميناء، الميناء من هالناحية هاي، ناخذ صورة، بنروح نتقرب لنا ناخذ صورة. بس هاي هذا واحد من الميادين المشهورة جدا هنا، وهو ميدان غاليباردي. هذا هو نصب جوزيف غاليباردي اللي تشوفونه، وهذا الميدان، ميدان غاليباردي، الميادين المهمة قريب من السيتي سنتر. لقطة بسيطة عن نصب جوزيف غاليباردي. احلك كذلك يا اخوان، جنب جنب الدواري الكبيره هاي، هاي ارضيه للتزحلق، والجو اصلا يساعد. نشوف مني المنظر هنا افضل وحلى. هذه المدينه القديمه، مدينه نيس، تشوفونها بالاحمر، هاي المدينه القديمه، شاطئ الانجليز، خليج الانجليز، المطار، شوف المطار وين، قريب جدا مش بعيد. هذا منظر بانورامي رائع. مدينة نيس كاملة، هاي مدينة نيس، محطة القطارات هنا. أحاول أسوي زوم. أتمنى أن التقرير هذا يعني قدر أنه يوصل معلومة. صابون، شوفوا محلات الصابون، ورود. هذا قسم كامل للزهور، هاي عدا جنب البحر، المبنى بيننا وبين البحر. مدينة نيس، وهذا هو الشارع الرئيسي فيها، هذا الشارع إلى البحر. هذه الكنيسة في الشارع، نفس الشارع. هذا أهم شارع السيتي سنتر مالهم. نيس طبعا تعد، يعد المطار اللي فيها يا جماعة في فرنسا يعتبر ثاني مطار. تعداد سكانها سنة 2011 في حدود 1,800,000 أو قريب 3 مليون. مساحتها 72,000 كيلومتر مربع. تعتبر طبعا مدينة سياحية من الدرجة الأولى، ويجونها ناس من بريطانيا، يجونها ناس من جميع أنحاء أوروبا، بس خصوصا الإنجليز. كانوا الإنجليز يجون في شاطئ، حتى الشاطئ تسمى على اسمهم، اسم الشاطئ الإنجليز. كانوا يجون يقضون إجازاتهم هني طبعا في على هالشاطئ هذا، وتسمى على اسمهم. اشهر شاطئ هو عندهم هنا شاطئ الانجليز، هذا اشهر شاطئ، طوله تقريبا 4 ميال يعني حدود 6 كيلومتر. برد انا.
الأغطى من أحد الشوارع الداخلية يستعدون للكريسماس ورأس السنة. باشر الكريسماس عندهم.